السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك انا كنت بسأل حضرتك، لو في حمل وطفل عنده لسه 6 شهور، يعني الام حامل في 6 شهور، واتضح ان الطفل ده عنده ثقب في القلب وعنده مشاكل كتير في الرئة في الشهر كام؟ في الشهر كام؟ الشهر السادس. الشهر السادس ولا الثالث؟ السادس. ستة. ستة. لا يجوز لها انزاله. حضرتك بس هو لو اتولد هيعاني وهيبقى، يعني هذا قدره، لكن لا يجوز لها انزاله، هو قتله، نفخت فيه الروح. الله يسلمك.